امري خريب على الكره الان يلعب الكره كره حلوه من امري مرمى المنتخب الوطني العراقي. شوف 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 كره اللعبه وتروح ترتطم بالقائم وتروح على يمين نور صبري واللاعب امري يسجل الهدف الاول للمنتخب السنغافوري. الكرات بالخطا كثيره كانت السنغافوري اليوم. شوف ايضا كره طويله وهجمه الان خطره على المنتخب الوطني العراقي والهدف الثاني. الهدف الثاني يسجل على مصاب في تاريخ سنغافوره على المنتخب الوطني العراقي واول فوز في التصفيات. وشوف او ياسر رعد ياسر رعد والاتباطه وكره. شوف هذا اللاعب المفروض يكون عليه ضغط ما يسمحون له ان يلعب براحته وبالتالي الكره